السلام عليكم، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم طبق من الأطباق الجيزانية الشهيرة اللي هو المغش. هستخدم فيه قدر الحجر، طبعا هم يسووه في الميفا، والطعم طبعا يختلف تماما الميفا عن الفرن. أنا هسويه في الفرن. هستخدم قدر الحجر. قدر الحجر الطبخ فيه يعطي لذاذة، حتى لو في تشوفوا في المطاعم اليمنية لما نطلب الأكلات اليمنية في القدر الحجر، صراحة يختلف. الفول له نكهة، الشكشوكة لها نكهة، لأنه له نكهة سبحان الله في الطبخ. قد تكلمت عنه، طريقة كيف ندهنه قبل الاستخدام، كيف نجهزه قبل الاستخدام، في وصفة من الوصفات عندي اللي هي السلتة، وصفة يمنية سويت فيها أو استخدمت فيها قدر الحجر، اللي هو لازم ندهنه بالزيت من الداخل ومن الخارج، يعني دهن غزير، ونحط في داخله برضو زيت ونخليه بهذه الطريقة في مكان دافي لمدة 24 ساعة، يعني من 12 ساعة، من نص يوم ليوم، عشان يتشرب بالزيت. لو ما سويت الخطوة دي ممكن يتكسر أو يتجرح معاكي وقت الطبخ. طيب، مكونات طبختي عندي هنا طبعا القدر زي ما قلت لكم، تقدر تسويه في قدر عادي لكن قلت لك يعطي نكهة. عندي كمية لحم، اللحم ما ينسلق، بس أنا اختصارا للوقت سلقته 70% مستوي، يعني مو مستوي تماما، 70% مستوي. عندي بصل وبطاطس، وعندي بهارات وبامية، يعني هي الطبخة أساسها إيش؟ بطاطس وبامية ولحم. طيب، هنبدأ الآن في تجهيز المكونات. هنا راح أحط البصل، بصل مفروم، راح أخذ منه في أسفل القدر. أنا عندي القدر هنا كبير، لو عندك قدر صغار تقدر تستخدمي أكثر من قدر. طيب، أنا حطيت البصل، الآن راح أحط عليه قطع اللحم. طبعا المرق رفعته لأني حأصب عليه مرق اللحم، ما استغنيت عنه. راح أضيفه المكونات، راح أضيف البامية. البامية هذه عندي مجمدة، البامية يعني الأفضل أنها تكون ما يكون حجمها صغير، يكون حجمها كبير وتقطعيها، بس أنا ما قطعتها لأنها وسط، يعني مو زي اللي نستخدمها في الطبخ العادي البامية تكون صغيرة زيرو، لا عادي أي شيء وممكن تقطعيها. عندي هنا راح أضيف المكون هذا اللي يعطيه نكهة. أنا صراحة ما كنت أحطه أول، لكن من واحدة جيزانية عرفت، لأني أسألها أن الطعم صراحة حقكم يختلف مو زي اللي أنا أسوي، فأعطتني هذه المعلومة، قالت أفرمي ثوم مع قرن فلفل أخضر وكزبرة ناشفة، أفرميها فرم ما يكون ناعم خشن زي كذا، وأضيفيها عليه. هضيف ملعقة، يعطي نكهة من جد حلوة، يعني نكهة الكزبرة الناشفة. طبعا هضيف بهارات مطحونة برضو فيها كزبرة ناشفة، لكن بهذه الطريقة يعطي نكهة. طيب، هضيف البطاطس، بطاطس بهذا الشكل، وعندي كمان طماطم معصورة هضيفها عليها. ضفت هنا الطماطم المعصورة، هي يعني الأصل فيها إن الطماطم مكعبات زي كذا زي البطاطس، فعائلتي لا ما يحبوا صراحة زي كذا من تكون الطماطم مكعبات، فاضطريت إني أفرمها أفضل يعني. وهأرجع أضيف من الثوم هذا والفلفل الأخضر، هضيف عليه شوية كمان عشان ياخذ النكهة كلها. طيب، هضيف كمان بهارات مشكلة، بهارات البيت اللي انت متعودة عليها، وضيفي مع البهارات إضافة رشة هيل، الهيل كمان يعطي المغش نكهة. هذه البهارات، كمون، فلفل أسود، وكزبرة، وشوية كركم، وشوية هيل. خلاص، هضيف الآن المرق، مرق اللحم عليه. هذا المرق بعد ما صفيته، لأن طبعا في السلق حطيت بهارات، بهارات خشنة، فصفيته، ملحت المرق، الآن راح أضيفه، بسم الله، على المغش. أنا ولعت الفرن على الحرارة العالية اللي هي ماكس، حطيت تحت القدر
صينية عشان ما يتوسخ الفرن، يعني لو يغلي ويطشطش كذا على الفرن ما يعدمه. بما ان اللحم مستوي 70% راح اخليه من 40 ل 45 دقيقة، كفاية. هغطيه بالقسطير، وبعدين اخر شيء بعد ما اضمن المستوى اشغل فوق عشان تتحمر البطاطس، يعطيها شكل حلو. يتسوى جنبه الخمير، هم يسووا عادة في الميه، فيسووا معاه خمير، الخمير الحامض. حسوي انا جنبه رز ابيض، هغطيه الان بالقسطير وادخله الفرن. كذا جهز المغش، اخذ 40 دقيقة تقريبا، وبعدين شلت عنه القسطير، خليت المويه تنقص شوية، والبصل البطاطس واللحم كذا اخذت تحمير على الوجه خفيفة. سويت جنبه هنا رز ابيض، ما في رز ابيض عادي يعني فاض من المرق، وطبخت به الرز. ما يحتاج اي اضافة، راح اضيف عليه بس كذا رشة كزبرة، انا احب الكزبرة مع كل انواع ادامات الخضرة. واضيف شوية كذا على الرز كمان رشة كذا، او في النص كذا للزينة. وهذا هو المغش، جربوه. طبعا انا قلت لك الاصل فيه ان اللحمة ما تنسلق، لانه في الميه فيتسوى، فاللحمة نية تنحط. حتى في الفرن بامكانك نية، لكن حياخذ معاك تقريبا ساعة ونص. الحاجة الثانية انه القدر ياخذ وقت لما تدخليه، طبعا حندخله على فرن حار، لكن ياخذ وقت الين يسخن القدر، فتحسب حساب الوقت هذا، يعني هياخذ 10 دقائق الين يسخن نفس الحجر. وبس جربوه بإذن الله يعجبكم، من الأطباق الشعبية اللذيذة في جازان. وأحلى تحية لأهل جازان وصديقاتي في جازان، والسلام عليكم ورحمة الله.